Hello students from BTC Academy, hope that you are all safe and doing fine. Today we are going to solve Microsoft Word activity. الobjective أو المطلوب مني أني أنا أنسخ هذا التكست على new Microsoft Word document وطبق هودي التاني steps علي. So هخلي هالفايل موجود قدامي بيقول لي بكل step شو مطلوب مني، بنتبه أنا كم step خلصت شو بقي عندي لحتى يخلص الactivity. Step 1: Type this text in your Microsoft Office Word. هروح على هلا افتح new file، بكبس على start button، بكتب word WORD، بتبين عندي بغض النظر اي version نحن عم نشتغل عليها او عنا اياها 2010 2013 2016 2019. هلا شوي خلال الفيديو بنحكي كيف ممكن نختلفه. بنكبس عليها واكيد بكبس blank document. بكون انا هلا فتحت new file، مش هعمل close، هعمل بس minimize لحتى اروح كفي الستيب 1. شو بتقلي؟ بتقلي بعد الستيب 1 type this text. سو بدي اعمل بدي انسخ هذا التكست مثل ما هو التايتل اللي له computer software. هاجي انا هلا على مايكروسوفت وورد، هكتب هعمل بالاول اكيد center align لحتى احط التايتل بالنص. باي ذا واي الاكتيفيتي اليوم حيكون السكيلز اغلبهم او كلهم على using the home tab features. جيت انا هلا center align، كتبت computer software، ما اكيد ما بيشتغل انا بال font size and color، بعد مش مطلوب مني. حطيت enter لانزل على new line. بدي انسخ هذا التكست مثل ما هو. هلا لحتى ما نطول وقت الفيديو انا عامل already copy لهذا التكست، سو بس هعمله paste، بس اكيد انتو حيكون معكم الفايل وحتكتبوه. جيت انا هلا بعد ما خلص بيقول لي بالتكست في عندي مثل ما ملاحظين انه في عندي البوليتس موجودين، في عندي الخط اللي هو سترايك ثرو، في عندي الدوتد لاين اندر دوتد اندر لاين، في عندي انا الدبل اندر لاين. حتشوف منين بجيبهم، ببلش من اول من البوليتس. جيت انا على اكتيفيتي بلاحظ انه البوليتس بجيبها من هون، كبست عليها وبنقي اي وحده موجوده عندي انا this one، كبست عليها. كمان حط كلمة هاردوير، كمان في عندي another one. اوكي جيت انا هلا على activity بلاحظ انه كلمة computer software في عليها strike through هو الخط، وهون يكن dotted lines. بعلمها شو يعني علمها، بعملها select، بدني كابس ايدي من بعد ال E وبزيح فيها لحتى اوصل لل C. بفوت انا هلا على ABC واللي هي strike through، بكبس عليها بحط عليها خط. بلاحظ انه كمان عندي dotted lines على كلمة الهاردوير، بكبس دبل كليك عليها بس بالماوس باللفت باتن، بتبين عندي السهم اللي حدد اليو وبنقي الدوتد لاين. ونفس الشيء كومبيوتينج سيستم بعملها سيلكت، بعلمها السهم كمان اللي حدد اليو بحط حتى دبل اندر لاين. اليو هي اندر لاين، بتعمل لي خط تحت الكلمه. خلصت، بعتقد الفيتشرز الموجودين عندي انا او الفونت الموجودين بالتكست. حشوف هلا ستيب 2 شو بتقول لي. Select the whole text and change its size to 16. جيت انا هلا علمت هذا التكست كله including the title. عندي حل من اثنين، يا بعلمها بالسهم بالماوس او بكبس بالكيبورد كنترول مع A، hold up the control key، بدني كابس على الكنترول key بكبس على A. نفس الشيء بيعمل لي select لكل التكست. حطيت size 16 الفونت سايز. اوكي خلصت step 2. step 3: bold underline and center align the title. هذا التايتل علمته bold underline اللي هي ال B، ال I ال U اللي هي ال underline، and center align اللي نحطها بالنص. نحن already حطينا بالنص. بيقلي بستاب 4 italicize all the word the software words، يعني كل كلمة software لازم انا اجي اعملها italicize. stop automatically. اوكي هاجي انا صحح انه كنت حطيتها capital O. اوكي سو كل كلمة software حيجي انا اعملها italicize واللي هي الاي. عندي حل من اثنين، يا بكبس على الفايند وبقله انا هلا فتشتي على كل كلمة software بتبين عندي بالتكست في حال كان تكست كبير بعمل replace، او بنفس الوقت بيجي انا بكبس على كلمة software بلا ما اكبس على الاي دني، سو automatically بحط control i مثل ما عملت من شوي control a علمت كل التكست. سو control i بعمل انا italicize، دبل كليك على كلمة سوفتوير كمان كنترول اي، كنترول اي هي الايتاليك، ايتالي سايز بتميل الخط شوي. خلصت انا هلا من ستيب 4. حشوف ستيب 5 بتقلي format the first paragraph as bell mt font.
الفونت هو style of typing اللي أنا بكتب فيه. so بهذا الوقت format the first paragraph بس بعمل له select. إذا ملاحظين أول ثلاثة letters من الفونت هني BEL بالأمثي BEL. so عملت select بالأول لأول paragraph كبست على الفونت. أحسن ما أتفتش فيهم كلهم بس بحط BEL أول ثلاثة letters automatically بتبين بكبس عليها. طبقت الستاب صح. Number 6 change the text color of the second paragraph to red. أكيد من الفونت color حجيبة. علمت أنا تاني paragraph كبست على السهم اللي حد الاي بدي انتبه ميز بين الفونت color وبين الهايلايت. فونت color حطيته أحمر. أوكي خلصت عندي step 6. step 7 highlight the text of the first line with the blue color. هي the first line بيطلع بيقلي أستاذ إنه أنا عندي size ممكن مش منتهي بالA. أوكي بس طالما هو المارجن هو ذاته بالsize 16 سو حتنتهي أول line بA. جيت أنا هلأ علمته كبست على السهم اللي حد الهايلايت وقلت له blue color done. أوكي 8 add a border for the first paragraph. البوردر هو it should be add a border for the second paragraph. أوكي جيت أنا هلأ علمت هاي الباراجراف من البوردرز بيجيبها من هون كبست عليها قلت له أنا بس شيء اسمه أوتسايد. في حال استعملت الأول أول بيحط لي كل سطر لحال بوردر أنا بس بدي الأوتسايد. done. 9 spell use spell check and make any corrections needed. for example كلمة عندي إياها غلط. systems حطيت له for example double e spell check which means إنه عندي أنا كلمة غلط بيحط لي تحتها خط أحمر. في حال كنت حاطط double space بيحط لي blue بيختلفوا عن spelling. جيت أنا هلأ كبست اليمين عليها لحتى صححها بيقول لي هون كلمة system. أوكي سو هي المزبوطة أوتوماتيك اللي بكبس عليها. هاي معناتها spell check أتأكد إنه ما في عندي خطأ. step 9 save as name skills activity. ليش أنا بعمل save as لحتى سيف هيد الكمبيوتر سيف هيدا الفايل بقلب الكمبيوتر عندي. اوكي سو هيك انا بكون استعملت اغلب السكيلز اللي اخذناهم بالهوم تاب. حاجي انا هلا قل له فايل حتى اعملها سيف از سيف از عاده ذس بي سي اكيد مش حنطلع اونلاين. جيت انا كبس على الديسكتوب لحتى اشوفها. اوكي جيت انا هلا سيفتها مطلوب مني حسب الاكتيفيتي نيم داش سكيلز اكتيفيتي ما حيته هي لانه التايتل اوتوماتيك اللي بيحطها نيم داش سكيلز activity. اوكي دان بكبس انا بس ملاحظين وين بالداسكتوب على شاشه الكمبيوتر امبارح حطيت بس اوريدي سيف لازم تكون تسيف اسمي فوق نيم داش سكيلز اكتيفيتي بعمل لك كلوز لحتى اجي اشوفها بلاقيها هون موجوده على الداسكتوب نيم داش سكيلز اكتيفيتي. اكيد في اجي اعملها اوبن اجين في اعملها تشينج اديت في عدل شو ما بدي. في حال بدي اعمل تشينج لللوكيشن مثل ما حكينا قبل والنيم لازم اعمل انا سيف از اذا عدلت بس كلمه اتس اوكي بعملها بس او داتا بعملها بس سيف. خلاص هيك بكون انا خلصت الاكتيفيتي خلصوا كله من عندي ال 10 steps. thank you for watching wish you all the best stay safe and goodbye.